عسلامة ومرحبا بيك زهرة الشتيوي، ممثلة بروفيسيونيل، فماش شكون ما يعرفكش. يعيشك، مرحبا بكم وتشرفت باللقاء هذا. يعيشك، عسلامة. عسلامة. انت بنت هكا نتشرفوا. اليوم انت معناها كنت تعدي في كونكور، عندك كونكور سناس زيام بريمير، احكي لنا شنو عامله في الامتحانات نتاعك. ساهل، جابوهونا مش صعيب جمله، جابوهونا على قد مستوانا، ان شاء الله ربي نجحنا الكل. هو اختياري ماهوش اجباري. اي اختياري. مدام زهرة، احنا ديما نشجعوا على كونكور السيزيام كونكور نوفيام باش نهار اخر في الباك تلقى روحها، معناها ما مش كل تقرا من بعد تتصدم عملت الباك بكونكور ما تعرفش معناها كونكور جملة، يعني ضروري جدا كونكور سيزيام كونكور نوفيام. هو ايجا نقول لك الحكاية ماهيش مربوطة بالباك راهو، الحكاية مربوطة بصعاب الحياة، انك هذايا معترك الحياة، بدايه الخطوات الاولى في بدايه معترك الحياة، معناها التحدي مع نفسك اول ما تبدا انك تتحدى ذاتك وثقه في النفس، راهو سي سامبوليك، زرع الثقه في النفس قبل كل شيء، قبل ما نجزو احنا للباك وقبل ما نجزو للنوفيام. هي نقولها انا بيا راهي تجربه نعيشوها، يا حبذا ماذا بينا لو كان انت توفق في خطواتك وتتعدى للنموذج وتنجح، لكن هو امتحان من امتحانات الحياه، معناها نموذج مصغر للصعوبات اللي ان شاء الله للتحديات، ما نقولوش صعوبات، للتحديات اللي هي باش تمر بها في حياتها، وهذا اللي انا فسرته لها بيا. صحيح. مدام زهره، انت من النوع اللي تسيرها والا تخليها تختار الحاجه اللي تحبها؟ أنا نخليها تختار مع التأطير، مش تسير، تسير لأنه تكون مقيدة وإحنا ضد القيود، أما نخليها تختار، ولو كان الاختيار خطأ في أي حاجة نعطيها الإقناع، نقول لها علاش هذه ليه، على خاطر كذا وكذا، معناها الحوار، نعيش معاها بالحوار، من اللي هي صدقني بيبي، من اللي هي ما تتكلمش نعيش مع بيا بالحوار. في العمر هذا ما نذكرش روحي انا ضربت بيا ولا بون عيط عليها ساعه، اما الضرب لا، ما نعاقبش معناها كل عقاب القاسي ولا لا، نشد العصا من الوسط معاها وهي تفهم نتناقشوا. ضروري نقطة مهمة قلتها، ضرورية انك تقولها ليه، تقولها علاش، هذيك غلطة الأولياء انه تقول ليه وتخليها هكيكة، يعني ما هي توا كما قلت لك باش تدخل معترك الحياة، كل شيء يدور لها به وكل شيء تحب تجربه، وانا باش نبها نأطرها مش نسيرها، نأطرها مع حرية الاختيار، هذه وهذه وهذه وهو علاش هذه وهو علاش هذه، النقاش الحوار ندخلوا نحلوا حتى كتب وندخلوا على الجوجل في برشا حكايات، هذاك اللي لازم معناها تبارك الله شباب توا راهو مثقف برشا علينا وطموح ويعرف الدنيا خير منا، احنا في عمرهم، احنا في عمرهم القايله والشلاكه ودور للعيط والغوله وتربينا بمعتقدات، وما توا ما تشدش عليهم، معناها كي نقول لها حكايه كيما هكا تقوم تضحك، جيل الهواتف الذكيه وجيل شبيكرا وجيل تبارك الله، يلزمنا احنا نطلعوا المستوى مش هما يهبطوا. الفجوه اللي ما بين الاجيال، معناها جيلك انت وجيلها هي، معناها يخلي فما صعوبة في التعامل مع بعضكم في الحوار وإلا لا؟ نقول لك الثقافة هي أساس الحياة، ما نقولش المستوى الدراسي، راه مانيش نحكي على المستوى الدراسي، نحكي على الثقافة. الوالدين يلزمهم يكونوا مثقفين، متكونين. الثقافة أنك تطالع الكتب وتعرف المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية وتكون مواكب عصرك، وإحنا تبارك الله توا عندنا حاجة اللي هي البورتابل، خليت الناس الكل حتى الناس اللي في ديارهم واللي ما يقراوش، الناس الكل مواكبة للتطورات وللأحداث والكل، دونك الثقافة ما تخليش فجوة بينك وبين صغيرك. وكما قلت لك احنا نطلعوا لصغارنا مش نهبطوهم لينا احنا، معناها انا بنتي فما ديمو في الانجلي مثلا نقولهم انا بالغلط بحكم عندي برشا ما مارستش اللغه الانجليزيه، دونك بنتي تصلح لي، انا وياها نحطوا نعملوا سباق في الكونكور هذا، كيفاش انا ننطق الكلمه كيفاش هي تنطقها، نواكبها نمشي معاها، عندهم مصطلحات جديدة حتى بين بعضهم ولاد عصرهم، أنا معاها فيهم توسكي جديد.
يلزمني انا نواكبه، نواكب العصر نتاعها. ساعات حتى على مستوى اللبسه انا نختارها لبسه كلاسيكيه، تقول لي ليه ماما هذه دي باسي راهي ماهيش، حتى في لبستي انا ساعات تقول لي ماما راهي كلاسيك هذه حاجه قديمه. معناها كلي ما بعضنا نجيري الوقت والعصر. معناها الثقافة تخلي ما فماش صعوبة في التعامل مع الصغير. الثقافة مهمة راهو. مهمة برشا برشا، مش شرط انك تكون قاري مستوى دراسي جامعي ولا، المهم انك تكون تقرا الكتب وتطالع، ونشجعها على المطالعة راهو، خاطر الفيسبوك غلطة. غلطة. بيا عندها مكتبة قيمة من ضمنهم القصص نتاعي أنا قبل، زنوبيا وعليسة، زنوبيا ملكة تدمر وأبو القاسم الشابي وجبران خليل جبران، جبران خليل جبران موسوعة كاملة باش تبداها توا في العطلة هذه، تفهمنا أنها باش تبدا تقرأ وتعطيني الملخصات راهو، تقرأ وتلخص لي ونصلح لها. هكاك يلزم صغيرك تأطر وتكون بجنبه، وربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله، وربي ينجحهم الكل. خلينا نزيدو نتعرفوا عليكم اكثر، كيفاش علاقه بين بعضكم في المنزل مثلا؟ احكي انت قول الحقيقه. في الكواليس كيفاش العلاقه؟ الحقيقه كعائله يعني، وام وبنتها مزيانه على الاخر، ما فماش كل حكايه ضرب ودرا شنيا ذوكم، وكي صحبات مع بعضهم نلعبوا وقت اللعب نلعبوا. كي نلعبوا شكون ينغر؟ حاول انا ننغر. لعبنا البارح اللي دو انا نغرت، ربحتني في طرحين وحسيتها تغش، ولا درت كيفاش تعمل بيدها هكا. دونك انا شاطره برشا. هي شاطره ما شاء الله. ننغر نلعبوا الكارتة زاده. اما وقت نقراو نقراو، وقت الجد بالحق وما نلعبوش وقتها. بيا انت مدله ولا ليه؟ هو راهو مش مدله مدله، اما وقت اللي نحب حاجه تجيني اما على شرط، يا نجيب معدل به يا نقعد هكاكا، مش مدله على الاخر اللي نتحل كها. مثلا انت بيا من النوع اللي تعرف طيب شويه؟ نعرف طيب برشا برشا نطيب لهم حتى الكسكسي والمخيم. اي وطيب لنا المقرونه وتعمل لنا العجه. طيب لي طيب. ان شاء الله صغيره معناها توك تحل تيك توك وتتبع وطيب بون. طيب نبدا انا على عينيا، نخاف على الغاز نقصلها حاجات كيما هكا، وهي تعمل كل شيء طيب وتقضي الدار. ساعات نروح نقاها مسحتها ونظفتها وحلت الكليماتيزور وتغسل لي الماعون. ما شاء الله عليها. على كيفها، ماهوش واجب، ماهوش اجبار. في دار بوك وامك ماهوش واجب راه. كاو علاقتنا صحاب قبل كل شيء، وهي صاحبتي قبل ما تكون بنتي، ودعوه موجهه للاباء والامهات، صحبوا اولادكم، صحبوا صغاركم، الصداقه والحوار راهو من اهم الاسس في التربيه السليمه، معناها حوار ثم الحوار، راهو الحوار يجيب، العنف ما يجيبش. عايشك عايشك مدام زهر.